استاذ قحطان اليوم النادي كبنايه هو خاضع الى وزاره الداخليه هذا النادي، وبالتالي هذه البنايه لا يمكن صرف دينار واحد من استقطاعات النشاط الرياضي المتعلقه بالصرف على النشاط الرياضي الخاص. يعني بما انه الملعب هو تابع للبنايه والارض هي تابعه لوزاره الداخليه، فمن غير ممكن انت ان تصرف عليها باعتبار انه لها جذورها ومتعلقاتها. على الرغم انه وزاره الداخليه هي المعطاء الوحيد لنادي الشرطه وهي الرافد الاساسي لنادي الشرطه، لكن تبقى قضيه بناء الملعب هو عقد مبرم بين مديريه العقود في وزاره الداخليه وبين يعني متمثل عن وزاره الداخليه وبين شركه نورديك سبورت والتحالف الاماراتي. بالتالي يعني هذا باب وهذا باب اخر، لا يمكن دمج هذه البيبان على الاطلاق نهائيا.